طلبت انه يعني من الاخوه في الاعداد انه نقدر نكلم سياده المستشار تركي الشيخ قبل الفاصل علشان يقدر هو يدينا خلفيات عن هذه الليله الجميله اللي كان فيها نجوم على المسرح ونجوم وسط الجمهور وتفاصيل كثيره. ومعانا سياده المستشار تركي الشيخ رئيس هيئه الترفيه. اهلا ابو ناصر. اهلا يا حبيبي يا عمرو، ومسي عليك وعلى المستمعين الكرام ان شاء الله في كل الوطن العربي. بعد هذه الليله الجميله يوم الخميس، انطباعات حضرتك ايه؟ تعطيني مساحه اشرح يا عمرو؟ اشرح، معاك كل الوقت. اول شيء ليله كبيره نحتفي فيها فنان مصري عربي عالمي قدم موسيقى لا يمكن أن تنسى، محفورة في وجدان كل من استمع إليها. الحفل هذا ظروف وكانت غريبة جدا، استعدادات كبيرة لمدة شهرين. لازم تعرف جزء من الكواليس يا عمرو، لما الفنانين والفرقة تجلس تستعد لمدة أكثر من 30 بروفة على مدار شهرين، منها 4-5 بروفات جنرال، وقبل الحفل بنص ساعة للأسف نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا فنان الكبير وائل جسار اللي كان المفروض يغني قارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء، يعني أصيب بوعكة صحية نتمنى له الشفاء، وكان مصر يطلع على المسرح وأنا اللي أصريت أنه ينقل على المستشفى بشكل عاجل. فأنا من باب من الاتصال معاك برضو من باب أشكر ماجد المهندس، الفنان الكبير ماجد المهندس والفنان الكبير صابر الرضاعي اللي تصدوا لهذه الأغنيتين في وقت قصير في ثواني، يعني عشان تغير الطبقة وعشان تغير وعشان نفس تفاهم الفنان مع الفرقة ومع المايسترو وما استعدوا ومع ذلك تصدوا للموضوع. خلاصة هذا الحفل اللي يطلع على هذا الحفل انه عندنا فن عربي مصري خاصة وعربي عامة، فن عظيم، فن لا يمكن الا ان يقدر، فن يستحق ان يظهر باحسن صورة. يعني عندنا موسيقيين عظيمين يا عمرو لا يقلون عن بيتهوفن وعن موزارت وعن باخ، يعني انا ما اعرف ليش احنا دائما نحط نفسنا في زاوية، لا احنا عندنا ناس عظماء، ناس كبار، ناس اثروا في وجداننا. محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، قبل كل شيء موسيقار الاجيال، رياض الصنباطي، بليغ حملي، هذول في مصر، وكثير كمال الطويل، وكثير وامشي وانزل لغايه ما صلاح الشرنوبي وحقبه رياض الهمشري، وامشي 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 لين الوقت الحاضر، لكل زمان طعم ولون وشكل. يعني انا بالنسبه لي يا عمرو، انت بتكلمني عن المستوى الشخصي، انا اهم 3 اغاني عني على المستوى العربي في رايي انا، في رايي انا، هذا رايي انا مو شرط يعني انه هذا ذوقي انا، هي يعني الاطلال وقارئة الفنجان، اغنيتين مصريتين، وايضا انشوده المطر اغنيه سعوديه للفنان محمد عبد. يعني هذه في اعمال لا يمكن الا ان تقول عنها واو، لا يمكن الا ان تقول عنها برافو. يا عمرو اهني مصر صراحه، 130 عازف على اعلى مستوى، ولو كنت طلبت 500 عازف لجاني 500 عازف على أعلى صحيح مستوى. صحيح، لو كنت طلبت 1000 عازف لكان جاني 1000 عازف على مايسترو قد الدنيا. الله، 3 فنانين من مصر مشاركين الحبيبة، أنا أتكلم خصيت مصر الآن لأني أنا أتكلم في برنامج مصري، ف3 فنانين ما شاء الله. يعني مصر صراحة مصر عظيمة، فن 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 محفور في وجداننا لا يمكن ينسى. أبو ناصر، حفلة يعني حفلة بكل المقاييس أكيد، وتلمس في هذه الحفلة أيضا يا عمرو، أنا عندي تساؤل، عبد الحليم حافظ كيف يغني هالأغاني وهو مريض بهالشكل، مريض مرض الموت؟ يعني هذه برضو يعني علامة استفهام عن كبيرة.
شلون يعني أنت يعني أغاني جدا جدا ثقيلة، أغاني جدا جدا صعبة، كيف كان يغنيها؟ يعني أنا كنت أنا قاعد أتكلم مع صابر، أنا قلت لصابر صابر الله يعينك يعني على جبار، يعني أنت حتى رافع التون شوية صابر الله يعينك، يعني مشكلة وحتفتح فيها الحفلة حتواجه صعوبات بطاقة تكملة الحفلة، لكن ما شاء الله صابر أدى اللي عليه والمطلوب منه، كل الفنانين أدوا، ماجد، أنغام، عبادي، شيرين، مي فاروق، زين عماد، مع حفظ الألقاب ومع حفظ يعني الترتيب حتى والأقدمية، كل اللي شاركوا هذه رسالة حب، رسالة حب للفن الراقي العربي المصري، رسالة حب يعني لكل أنحاء العالم، لأن عندنا فن جميل، تفاصيل جميلة، موسيقى خالدة. المفروض الأجيال الجديدة، أنا سعيد بالمقاطع اللي قاعد أشوف الأطفال صغار قاعدين يتذوقون هذا النوع من الفن، وأيضا سعيد أني برضو أنا كان في تواصل بيني وبين معالي وزيرة الثقافة المصرية وأخواني في الأوبرا المصرية، برضو إحنا نفكر أننا نساهم في ليالي سعودية داخل الأوبرا المصرية، نشارك مع أخونا هاني فرحات حتى على منصبه، هني منصبه الجديد في مهرجان الموسيقى العربية، فإن شاء الله المستقبل أيضا نفكر في ليالي سعودية إن شاء الله في الأوبرا المصرية بإذن الله. سيادة المستشار أكيد تابعت، وأنا عارف أنت من الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا بشكل جيد، يعني أكيد تابعت الجدل اللي قالك الأغنية دي كان مفروض حد يغنيها، الأغنية دي أحلى من الأغنية ديت، لا عبد الحليم كان أحسن، لا فايزة أعظم، رأيك كيف الجدل اللي حصل ليلتها أثناء الهوى على طول؟ أنت الفنانين دول فنانين كبار أدوا أغاني بشكل جميل، لكن لو انت بتكلمني عن شكل شخصي اكيد انا متعاطف، يعني انا بتعاطف مع الاساس مع القديم، يعني لانه محفور في ذكرياتي ووجداني، لكن ما في شك ان الفنانين الكبار كلهم ادوها بطعمهم. انت برضو صعب انك توقف فنان كبير وتخليه يتلبس ام كلثوم او يتلبس عبد الحليم، لا يمكن احد ان يملا فراغ ام كلثوم او عبد الحليم او ورده او نجاه او فايزه، كله له طعم وله لون، وهم ادوها بشياكه الوقت الحاضر حتى الفرقه الموسيقيه. ناس كتير فرحانة بعودة شيرين، وأنا كنت في الكواليس شفتك بين الـ يعني في الاستراحة وانت بتشجعها بقى علشان داخلة تغني أم كلثوم، كنا سعداء كلنا بشيرين، وعارف ان هي هيكون ليها حفلة أيضا في جدة قريبا. أي أحد هيكون سعيد برجوع فنانة صاحبة إحساس كبير ولها بصمة في تاريخ الأغنية العربية، وأتمنى لها تركز في فنها وأنها تنتبه لصحتها إن شاء الله، وما تحرم جمهورها ولا المستمتعين فنها من بغياب ثاني إن شاء الله. أبو ناصر، سؤال الأخير، حضرتك اهتميت بتفاصيل، وأنا كنت قاعد مع وليد فايد قال لي أبو ناصر، قال لي أنا لازم أبقى في نص الأوركسترا، لازم أبقى مايسترو، لازم يبقى فيه الشكل الأوركسترالي ده، ممكن تشرح للناس التفاصيل الصغيرة دي اللي حصلت في الحفلة ديت لأول مرة؟ ما بكل تأكيد يا عمرو، يعني أنه الحفلة للموسيقى الخاصة بمحمد الموجي، حفلة الموجي ليست حفلة الفنانين فقط، فنانين على عيننا وراسنا ومشاركين وأساتذة كبار وأهلا وسهلا فيهم وأضافوا للحفلة الشيء الكبير، بس التارجت والهدف موسيقى الموجي، فالإشارة بوجود المايسترو والفرقة برصتهم بالشكل هذا هي إشارة أن نجم الحفلة الأول موسيقى محمد الموجي. وعلى العموم يا عمرو، قبل شوي كان في اتصال بيني وبين المخرج كميل والشركة المنظمة ومهندس والموسيقي والمهندس الصوت الكبير أمير محروس، عشان أنا أستعجلهم بمنتجة الحفل وتضبيط الغلطات البسيطة اللي حصلت في الحفل، تداركها عشان
ترجع تنبث للمشاهدين مرة أخرى إن شاء الله بأسرع وقت. أكيد سيادة المستشار تركي الشيخ، بشكرك وبشكر كل فريق العمل وكل الناس اللي شغالة في هذا الأمر. ده مش عمل فردي، ده عمل جماعي كبير جدا يعني. يا عمر في الختام عندكم فن عظيم عظيم، يحق لكم ويحق لنا ويحق لكل متذوق للفن الراقي الفخر به. احنا في المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الداعم لنا قائدنا الملهم عراب الرؤية، نقدر هذا الفن وحريصين عليه وحريصين على كل مبدع عربي ومبدع في العالم. وأرض المملكة العربية السعودية حتكون يعني دائمة لكل مبدع، وشعار الترفيه دائما اللي أنا وياك تكلمنا فيه يا عمر أنت عارفه، نرعى الإبداع أينما كان. نرعى الإبداع أينما كان. سيادة المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وهذه المداخلة القيمة.